الله 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 الله، ايه الشياكة والنجومية دي يا نجم؟ يا شياكة ايه بس؟ أنا دخت على لبس أفريقي في ميدان الجامع ما لقيتش غير غطا النيسان ده هو اللي نفع معايا. أيوه ده هو الغالي، ده هو الوتر بروف ده. إيه يا صاحبي مالك؟ إيه اللي مزعلك كده في إيه؟ رحت يا ابني لمصر واللقاح قلت لهم مسافر غابات أفريقيا. ادوني 12 متريليوز قد كده قالوا لي دول حقن. قعدت اتشكشكت وفي بقي وفي جنبي مش ممكن يا أوشة، بقيت عامل زي التلاجة والله، بقيت سخن من ورا وساقع من قدام، وكل 10 دقايق أرعش وأفصل. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب خد لك بقى اضرب إيه؟ سندوتشين بكتيريا من دهون عشان إيه؟ أنت قفتان خالص. سندوتش بكتيريا ده عملوه إزاي؟ ده في معمل البرج؟ برج يا عم أحمد، لا دهون بكتيريا، دهون اسم عربية الكيف ده، إنما ده سندوتشات كيف ده عادي. لا 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 وش الله يكرمك، مش عايز أي مغامرات ولا مفاجأة، أنا مسافر بقول لك مسافر، أنت تجيب لي نازلة معوية كمان، مش كفاية الفيلم بغابات أفريقيا؟ معلش يا عم أحمد كله يهون في سبيل إنك تعمل الدور الجامد ده. يا وش حلم العمر، تخيل أفريكانو 2، أفريكانو الجزء الثاني هبقى أنا فيه يا أوشة، وأنط من فوق الشلال بقى وأقول أثبت لك إني بحبك وأعمل الحركات دي. الله أكبر عليك، أنت نجم الأكشن الجاي، أنت أساسا تركيبتك في الأساس أكشن. ربنا يكرمك، جبت لي الحاجات اللي قلت لك عليها؟ أيوه عشان الليستة اللي اديتها لك بتاعت السفر بالحرف يا صاحبي. في إيه؟ يلا وريني. أول حاجة إيه؟ ها؟ مضرب الدبان اللي أنت طلبته. حلو قوي. أنت عاوزه ليه لا مؤاخذة في الغابة ده وأنا عم أحمد؟ عشان ذبابة تسي تسي. أيوه. يا واد ذبابة تسي تسي دي مؤذية، دي قرصة واحدة بس منها تنام على طول. لا طب ما حلو ده يا عم أحمد ده. يا ابني تنام على طول يعني تنام للأبد، مش على طول يعني بسرعة. عايزين يعيمونا للأبد؟ يا عم تسي تسي. يا ولادي لا خلص عليهم يا عم أحمد، دبانة دبانة. ايه كمان؟ الحبل يا صاحبي اللي انت طلبته عشان شغل الغابات والتسلق وتصطاد والشغل ده اهو. لا يا حبيبي ده مش عشان المغامرات خالص، عشان انشر الغسيل عادي. في انت شايف بص الغسيل كتير ازاي؟ ايوه صح. لا هنغسل وهننشر بين الشجر وفي شغلنا. صح. حلوه. يا جبت بقيه الحاجات؟ كله موجود يا عم احمد. وريني. البصله يا صاحبي اللي انت طلبتها ايه؟ شم كده، جبت لك كيلو منها، كيلو كامل لقيته صبح قلت مش خساره فيك. انا طلبت بصل. ايوه. يا واد بوصلة، بوصلة، طلبت بوصلة مش بصلة، يا ابني بوصلة علشان خاطر لو تقت ولا حاجة حدد اتجاهي. دي يا عم أحمد تخلي أي حد يحدد اتجاهك في أي حتة. يا دي القرف، خلاص ماشي يا أوشة شكرا، شكرا خلاص. طب هات بقية الحاجات، جبت زمزمية ولا ما جبتش؟ عيب يا عم أحمد، جبت لك أحلى زمزمية. بص يا صاحبي سبايدر مان. أنا وش همسك سبايدر مان وسط زملائي ينفع كده؟ أيوة يا عم أحمد سبايدر مان ده هو التوب دلوقتي، ده هو فوق النمرة واحد. يا وش أنا كنت عايز سبونج بوب. خلاص بقى يا عم أحمد ما تضايقنيش بقى، إن شاء الله في أفريكانو الجزء الثالث أجيب لك كل اللي أنت عايزه. يا عالم بقى أجيب مجموع للجزء الثالث ده ولا هات أهم حاجة، أهم حاجة جبتها ولا ما جبتهاش؟ أقراص الناموس، جبت ولا لأ؟ أيوة ما لقيتش النوع اللي أنت بتقول عليه، بس جبت لك بقى إيه؟ بنادول إكسترا. ده إيه مش فاهم؟ ده عشان الناموس عم احمد، بس انا والله عم احمد قلقان على الناموس. هو ماله عم احمد حصل له ايه؟ انت حضرتك جبت اقراص للناموس نفسه. ايوه لا هو الناموس تعبان فعلا. يا ابني اقراص الناموس عشان نموت. انت ناقص تجيب لي قطرة دموع التمساح وبامبرز للقرود وانا رايح اعالجهم في افريقيا، انا مالي. معلش يا أوشة خلاص حبيبي تسلم ايدك، معلش خلاص ما تزعلش بقى. ولا يهمك يا صاحبي والله العظيم، حاجات زي الفل وعسل والله. الناموس هيبوسك ربنا يخليك يا حبيبي. متشكر قوي عشان انا متوتر اصلي شويه، لان انت عارف اول سفريه ونفسي بقى افك واسافر واشوف الدنيا، هبقى زي الفنانين اللي بيصوروا بره كده يا أوشة. انت عارف دي نقله في حياتي. هيحصل ان شاء الله يا كبير، انت نجم وهتكسر الدنيا ان شاء الله. بس انا عايزك تاخد بالك بقى لحاجه كده ولا كده في الغابه تقرمك. لا بعد التطعيمات دي كلها انت مش ناقص. يلا يا اساتذه الاتوبيس واقف بره ما عندناش وقت. يلا يا أوشة مش عايز اي حاجه من افريقيا حبيبي يا عم احمد؟ والنبي يا أوشة قول لي حبيبي. طب اجيب لك شويه كركديه؟ لا شويه سبح كده. طب اقول لك على حاجه، اجيب لك قرن غزال افريقي موجود. طب اجيب لك كاس افريقيا، كاس افريقيا صغير ماشي. كاس افريقيا شويه جندوفلي. طب شويه جندوفلي. لا باكل كبد يا عم احمد. ايه يا احمد ايه يا احمد التاخير ده كله؟ احنا كنا هنمشي ونسيب. يلا بينا يا استاذ انا هلم حاجتي وجاي معاك اهو. يلا انا جاهز. ايه ده ايه كل ده؟ مفيش مكان في الاتوبيس للحاجات دي. وبعدين احنا كلها كام ساعة وهنرجع؟ لا كلها كام ساعة ونرجع، مش رايحين الغابة كام ساعة ازاي يعني؟ طب وايه المشكلة؟ لا مش الغابة دي اللي في افريقيا؟ ايه ده يا احمد؟ انت افتكرتنا رايحين الغابة اللي في افريقيا؟ احنا رايحين نادي الغابة اللي هنا في مصر الجديدة. ويلا يلا عايز الحق اخد الشرطين قبل ما النهار يطلع، انجز. تصدق التطعيم بيوجع جدا دلوقتي اكتر. درست على مصر الجديدة أوشة. معلش يا صاحبي انا مفيش سفر؟ اوكي طيب بقول لك ايه يا أوشة؟ قوم يا جميل. انا واخد كميه تطعيمات تفوتني في الحديد، ما تجيب 5 بكتيريا من دول الواحد برضو يعيش التجربه كده ويبقى استفاد اي حاجه. ما عندوش سجق بالملاريا. طب في كلب يعضني نجرب برضو. خلصان والله يا عم احمد. يعني أفريكان الجزء الثاني بتصور في مصر الجديده. امال في شقه مصر الجديده الجزء الثاني يتصور فين؟ في افريقيا؟ انا عارف حظي. عايز تعرف احنا قد ايه فكره السفر شغلانه واكله دماغنا وبتشكل جزء فظيع مننا ومن وجداننا وكده؟ شوف الاغاني، شوف اغانينا، احسب نسبه الرحيل والغربه والترحال والفراق والوداع فيها قد ايه. لا يمكن بحال من الاحوال تقل عن 85% من مجمل المواضيع، وال15% اللي فاضلين هتلاقيهم شوق وحنين ولهفه من السفر والرحيل برضه عادي. وفي كده ايه شويه سهد كده في الاخر صغيرين بيبقوا في الاغاني، عارف بيبقوا في قعر الاغنيه كده من شويه سهد محدش عارف دول ايه بالظبط. زي ما محدش عارف برضه ايه الفرق بين الرحيل والترحال. يعني لغايه النهارده في رحيل وفي ترحال والاثنين بيظهروا في الاغاني ومهمين جدا. انا قعدت افصفص الكلام بتاع الاغاني اللي ليها علاقه بالسفر والافواره فيها، بس ده مش اليومين دول، ده من زمان خالص، يعني من ايام يا وابور قول لي رايح على فين، اغنيه طويله عريضه عن راجل بيحاول يقيم حوار مع وابور، فهمت الفكره؟ والحصول على اجابات منه بالحاح. هيموت ما تقول يا وابور، يا وابور قول لي، يا وابور قول لي رايح على فين. هو مش هيقول على فكره، يعني مهما قرصت عليه في التحقيق مش مهما ضغطت مش هيقول حاجه، مع انه ممكن بسهوله يسال في الاستعلامات في شباك جوه في المحطه يجاوبوه عادي، حضرتك ده قطر اسوان يا حاج وراح اسوان ان شاء الله، بسيطه، ما مش محتاج ان هو يقف يغني قدام الوابور، فاهم؟ شكلهم غريب. هتلاقي بقى ان السفر عندنا مرتبط ارتباط شرطي بالتقطيم، ما تفهمش ليه ازاي، يعني اي حد مسافر لاي سبب لازم نقعد نهري ونحسسه بالذنب والقسوه والجحود وخلاص، مع انه كل اللي يعرفوه تلاقيهم كانوا بيسعوا للسفريه دي بقى لهم سنه، مثلا ابوه موصي طوب الارض، امه بتدعي له ليل نهار ان ربنا يسهل والسفريه تمشي، بس برضه لازم حته التنبيط دي خلاص ايه، خلاص مسافر مسافر مسافر، يا باسبورك تذكرتك معاك، اخص عليك يا قاسي يا وحش، نهون عليك، لسه ناوي على الرحيل، تفتكر ملوش بديل، والنبي انا خايفه لما تسافر على البلد الغريب تنسى انك فايت في بلدك حبيب. طب خدت صورتي؟ شوف كده لا تكون نسيت عمري وصبايا، بص في الشنطه في الجيب اللي بره لا تكون نسيت عمري وصبايا، تنساش فرشه السنان ومكنه الحلاقه والحاجات دي. تقطيم وخلاص. لازم عدينا مرحله التقطيم، حضرنا الشنط، ندخل بقى على مرحله الوداع. دي مرحله مش سهله خالص، بتلاقي اعداد بشر مهوله جايين يودعوا المسافر من كل حته، اهله واصحابه وجيران وقرايب درجه رابعه وناس جايين من الحضر ومن الريف ما تفهمش من كل حته. الاغنيه تقوم ايه رد عليها. لو ما عرفتش تملص خفيف خفيف كده من الموضوع واتدبست في مرحله الوداع دي، يبقى على الاقل ايه خلي الوداع من غير قبل عشان العدوى هي دي مشكلتهم. لو تقدر كمان يبقى ودعني من غير ما تسلم خالص بقى. طب دي تتعمل ازاي؟ يعني من غير قبل مفهومه، لكن انما يودع من غير ما يسلم خالص دي تتعمل ازاي؟ دي زي لما ماما تقول لك رد وانت ساكت، فاهم؟ يعني يا ما انا اما اودع واسلم يا اما ما اودعش واقعد في البيت او اطلع من سكات، اعمل ايه؟ ده زي اللي قال لك قال الوداع وانا اقول له ايه؟ قال لك الوداع قول له الوداع، سهله. هو الوداع يتقال فيه ايه؟ تاني ما بيتقال فيه الوداع حضرتك، ليه محسسني ان الاجابه صعبه؟ يعني واحد جاي يسالني، ده انا حاسس انه طفل صغير بيسال، هو قال لي سلام عليكم، اقول له ايه؟ اقول له حبيبي، قول رد على عمك، خليك فريندلي، قول له عليكم السلام عادي. بمناسبه الاسئله، في بقى اسئله عجيبه مرتبطه بالسفر عموما. ازاي؟ ليه بيقول لك يا مسافر وحدك وفايتني، ليه تبعد عني؟ طب ما انت جاوبت اهو، انت مش مركز، بس ما هو مسافر وحده وفايتك علشان يبعد عنك واضح جدا هو بيخلع، فده هو ده حرفيا اللي بيغني ويرد على نفسه. ولما انت ناوي تغيب على طول، مش كنت اخر مره تقول يقول ايه؟ يعني وهو ماشي يقول انا هغيب على طول على فكره. طب يعني الراجل حسيس وعنده دم وبينطر بشياكه، ويلا موبايلات بقى ونبقى نتكلم ومش عارف ايه ان شاء الله، ليه نزنقوا الزنقه دي؟ طب يا جماعه انا ماشي بقى وهغيب على طول، اديني بقول اهو يلا الوداع للابد. محدش بيعمل كده، محد بيمشي بيودع خالص من غير قبل برضه، ومن غير قبل وماشي على طول او جاي في ايه وسافرت في ايه وما ريحتش عندنا ليه؟ ما تسيب الجدع على راحته. ايه الخنقه دي؟ جاي في ايه وسافرت في ايه وما ريحتش عندنا ليه؟ وما جبتش الموبايل التاتش ليه؟ وبتبرطم بتقول ايه؟ سيبيه براحته، الراجل طفش من شويه، ما هو ماشي بسبب العمايل دي. او مثلا ايه ده اللي لقيت في الغربه المال، فينها تلقى راحه البال؟ طب يعمل ايه الراجل بقى؟ يعني رايح شقيان وبيتهزق ونفسه يولع في نفسه، يعمل ايه علشان ترتاحوا؟ في بقى عندنا عاده غريبه جدا مرتبطه بالسفر، وهي اننا اول ما نشم خبر ان حد مسافر نفس البلد اللي لينا حد فيها هنفكر نبعت له حاجه طبعا، اي حاجه بقى، عارف، لو ده في حته وده مش مشكله، لمجرد انه رايح نفس البلد. ولما نلاقيش حاجه نبعت اي كلام فارغ. زمان كنا بنبعت شريط كاسيت، فاكر؟ ساعات كانوا بيبعتوا حاجات مهمه جدا بقى، زي كيلو لب ابيض، صينيه بقلاوه، كيس ملوخيه ناشفه، اي كلام. لا، وبنتعامل مع البلد على انها اوضه وصاله، انه ممكن ما يكونش جنبه خالص. فكر فيها بالعكس كده، تخيل واحد جاي مصر، واحد بعت معاه كيلو لب ابيض مثلا يوصله لابنه في اسيوط. ده جاي في القاهره عادي، قول له النبي معلش عشان ابني يموت فيه، ويا ريتها حاله انسانيه ولا حاجه، ولا مش محتاج نقل دم مثلا، ده قرطاس حمص ما فيهوش حاجه. الحاله دي موجوده كمان في اغانينا طبعا. قال لك ايه؟ وبعتنا مع الطير المسافر جواب وعتاب وتراب من ارض جدادي وزهره من الوادي. ايه ده بقى؟ تراب بعت معاه تراب والطير واقف متورط، يعني معلش هنتعب حضرتك، هبعت معاك جواب. لا، تحت امرك يا طنط، حاضر. وعتاب، حاضر، ومحطه تحت جناحه كده، حاضر. وتراب من ارض جدادي، لازم ده يا طنط، بس ممكن يضايقوني في المطار عشان شايل تراب، حاضر. وزهره من الوادي، حطها ورا ودنك كده وانت ايه كل ده؟ طير مسافر هيشيل ايه ولا ايه بقى؟ ايه اللي افترى ده؟ في ناس بقى عندهم ظروف استثنائيه جدا في سفرهم، زي اللي يقول لك ايه؟ انا كنت مسافر في الصحراء ومشواري طويل، ايه اللي غصبني اروح عندك وابيع مواويل؟ عارفها طبعا، يعني غالبا رايح تسترزق، ما انت مسافر من مده وماشي مشوار طويل في الصحراء والشكل الحكايه ناشفه وبتاع، قلت تقلب عيشك عادي. مش دي المشكله، المشكله ان قال لك ايه بقى؟ اتاريك مكار، رحت شغلهم قويه ومناديل. ياه، معقوله؟ ساحر يعني. لا، بغض النظر عن استحاله الفرضيه دي، يعني ان هو باع له مواويل ازاي والتاني عملها مناديل ازاي، كل ده ملناش فيه، دي ارزاق بتاعت ربنا. بس يعني للحق، انت بعت وهو اشترى، وباعترافك ده مش خطك ده، يعني مش انت بعت، يعملهم بقى مناديل، يعملهم حته للمطبخ، كيس مخده، مالكش فيه. انت بتشتكي من ايه بالظبط؟ انت مسافر في الصحراء وبتكح اطراب، مناديل ايه بس اللي مزعلاك دي؟ وما فيهاش مكر قوي برضه، عادي يعني. مكر قوي، خد المواويل وقام عاملها مناديل كده في حركه حركه واحده كده. ويقول لك برضو ايه؟ في ايديا المزامير وفي قلبي المسامير، الدنيا غربتني وانا الشاب الامير. موضوع الشاب الامير ده علميا مستحيل على فكره، يعني واحد في قلبه مسامير يقدر يمسك في ايديه مزامير في نفس الوقت، او ممكن يعلق محاليل بالكتير او يمكن يقصد بالمسامير دي الدعامه مثلا اللي في القلب. وبعدين الحاله الحرجه دي ايه علاقتها بالغربه بقى؟ هو اي تساؤل وخلاص، انا يعني عندي مسامير ومعلق حاجات ومسافر وعايز كام؟ طبعا في طرق تانية كتير جدا للسفر غير اللي مسافر في الصحراء بري ده، في اللي بيسافر عن طريق البحر مثلا، لا وبيتنك كمان. قال لك اوعوا تحلوا المراكب، والله يا ناس مراكب ولا حاطط رجلي في الميه. لا مفيش، معلش حضرتك هتحط رجلك في الميه ليه؟ امال اسطول المراكب ده كله ايه لازمته؟ تحلوا المراكب وتحط رجلك في الميه برضه؟ يعني كل واحد عنده اسبابه للسفر الغربه والشحططه. في ناس بتسافر وخلاص، يقول لك خدني معاك، اذا كنت مسافر خدني معاك، خلاص مش في مصلحه ياخدك. طب نخته، طب هو مسافر يشتغل يتعالج ياخدك فين؟ بس اغرب سبب بقى اللي هو بتاع ايه؟ بتاع علموني عينيك اسافر. يا ساتر، هم وحشين قوي كده، علموني افضل مهاجر. انا مش فاهم عينيه دي ايه؟ دي فظيعه، ده مركز كورسات، يعني ازاي بتعلمه؟ مش فاهم، ده مش هروب مؤقت، ده رايح خالص. بس انا بقول لك ايه؟ اهم حاجه بالنسبه لك انت، سافر من غير وداع، اجري. احنا كده سافر هنا ونسافر هنا ونسافر هنا، برضه ما نرتاحش وما ننبسطش غير في بلدنا. وعلى راي الشاعر قال لك ايه؟ قال لك انا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في الايه؟ في القبل؟ لا يا ريت، في المدن برضه. لا، دليلي في المدن. السذاجه دي استسهال خالص، حتى لما اشتاق يا عيني ساب ايده. يا عم خليني ساكت احسن. السيدات والسادة المسافرين، على متن خطوط رحلات شركة طارف الهواء الشاشي للطيران، أهلا ومرحبا بكم. حرصا على راحتكم وسلامتكم وسلامة طاقم الطائرة والإنسانية عموما، نرجو الانتباه للتعليمات التالية. أولا، لكل ركب مقعد مخصص للجلوس، وهو نفس المقعد يا سبحان الله الذي يحمل نفس الرقم الموجود على تذكرة الصعود للطائرة. لذلك فإن أي محاولة للصعود بدري أو زق الآخرين للجلوس في الصف الأمامي أو جنب الشباك ستكون غير مجدية، وهيبقى شكلك وحش قوي. في حالة رغبتك في تبديل المقعد مع راكب آخر، رجاء إجراء هذه المفاوضات بعد إقلاع الطائرة وبدون طلب تدخل من طاقم الضيافة. أنتوا كبار، تفاهموا مع بعض، إحنا مالناش دعوة. ثانياً، يوجد أسفل المقعد سطرة نجاة وقناة للتنفس، ليست هدية من الشركة لاستخدامها على البحر في المصيف. كذلك البطانيات بتاعتنا، مش تلفي بيها الواد وتاخديها وتقفي تتخاني بقى على باب الطياره. عيب والله، احنا في الجو لازم نرتقي. القاع ازدحم. ثالثا بالنسبه لركاب الذين يصطحبون معهم اطفال، مبدئيا ربنا يخلي سيادتكم في حاله استمرار بكاء الطفل اكثر من نصف ساعه متواصله، نشوف هو عايز ايه ونديهوله، ما حبكش بقى ايه نربي العيال على ارتفاع 10,000 قدم عن سطح البحر. وقاعده عامه للمسافرين بصحبه اطفال يفضل السفر بالباخره او القطار او اي وسيله يمكن القفز منها. رابعا اي محاوله لفتح اي من الابواب الثمانيه على جانبي الطائره باعتبار ان شكله كده باب الحمام سيؤدي الى سقوط الطائره، هنموت. كذلك فان سؤال اي فرد من طاقم الطائره هو الجدع اللي جوه الحمام ده بيعمل ايه كل ده، هو سؤال عبثي لاننا فعلا ما نعرفش هو متاخر ليه وما نحبش نعرف. خامسا اختيارات الطعام داخل الطائره محدوده، بيف اور تشيكن، فلما حضرتك تتسال لحمه او فراخ ما تسالنيش لو في سمك، وما تسالش فراخ احسن ولا اللحمه عشان على فكره كلهم طعمهم سمك، وما تسالش المضيفه انت بتحبي ايه اكتر عشان ده يعتبر تحرش. ايضا ما عندناش غير شوك ومعالق بلاستيك لان لما حطينا ادوات اكل معدنيه كانت بتتقلب برضه حتى معالق الشاي. سادسا بالنسبه للمأكولات الشخصيه المحموله في الحقائب على الطائره كالفسيخ والمش، يرجى عدم اخراجها نهائيا داخل الطائره لان الاكسجين الموجود يكفي للتنفس فقط. سابعا عند تعرض الطائرة لمطب هوائي نرجو عدم توجيه الإهانة والسباب للطيار عشان شكله سواء أعمى أو سرحان أو أكل المطب بغشومية. المطبات الهوائية لا ترى بالعين المجردة، وكون إن اسمها مطبات دي مجرد صدفة على فكرة. كذلك نرجو عدم المبالغة في إطلاق الصغاريط عند هبوط الطائرة بسلاسة وأمان. وفي النهاية طاقم الضيافة الموجود على الطائرة هو في خدمتكم دائما، لكن ده مش معناه إننا خدامين عندكم على فكرة، فاللي عايز حاجة يطلبها بأدب، واللي بيفكر يطلب حاجه يفكر هو عايزها فعلا ولا جاي يتسلى. احنا ولاد ناس قوي وبنقبض احسن منكم كلكم. نرجو الالتزام بالتعليمات، وشكرا لاختياركم خطوط طرف الهواء الشاشي، ونتمنى لكم رحله سعيده. نرتب اوراقنا يا جماعه عشان الجواز يطلع بسلاسه وتسافروا وترجعوا سالمين غانمين ان شاء الله. وريني يا حبيبي وريني. ايه ده؟ ده انت ورقك سليم، ده انت هتسافر بقى. طب وانت يا حبيبي مسافر رايح على فين؟ ده انت موديل السنه، فايتها لمين وماشي؟ لا حضرتك فاهم غلط، انا مش ههاجر يعني، انا مسافر بره كده اشوف الدنيا اتبسط يعني واتفسح. تشوف الدنيا وفين بقى ورق التجنيد؟ لا حضرتك انا وحيد يعني ماليش جيش من اصلي. يعني بطولك؟ ان شاء الله تسافر وتعيش احلى ايام، وما يحصلكش زي ما حصل لمحمود جارنا. محمود مين حضرتك؟ كان وحيد ابوه وامه وسافر، سافر من هنا بعد ما اتخرج من الجامعه الا فين ورق الجامعه؟ لا معلش ممكن تكملي قصه محمود؟ سافر من هنا يا حبيبي وابوه رقد رقده وحشه ومعرفش يتعالج. ليه؟ ما ابوه كان لمم اللي وراه واللي قدامه عشان هو يسافر يتفسح ويشوف الدنيا. مش انت ابوك لم اللي وراه واللي قدامه عشان تتفسح؟ ايوه يا حبيبي يا بابا. طب وبعدين؟ ام محمود باعت ذهبها ومن زعلها رقدت جنبه، لكن الحمد لله الواد رجع في الوقت المناسب ولحقهم؟ لحقهم، لحق عاز ابوه ولحق الباب بتاع دار المسنين قبل ما يقع على امه. كان واقف يا حبة عيني في العزا عامل زي الدمغة المبلولة. يلا غلابة، لكن انت مالك ومال الكلام ده، ان شاء الله تنبسط. ها نختم بقى؟ لا تختم ايه، انا خلاص مش هسافر. سلام يا حبيبي يا ماما، يا حبيبتي يا ماما. ما انا بقول كده برضو، هي البلد دي في احلى منها؟ مفيش. اتفضل وريني يا حبيبتي. قسيمة الجواز وتصريح من جهة العمل وفاتورة السوبر ماركت. لا دي ما عدناش نحتاجها. معلش لا مؤاخذة. طب يعني انت زي الفل شغالة ومتجوزة، امال هتسافري تعملي ايه؟ رايحة لجوزي، اصل بصراحة وحشني قوي، بقاله 2 سنين مسافر بره مصر، قلت بقى لما اخد الولاد كده ونسافر له نعمل له مفاجأة. 2 سنين جوزك؟ نفسي اشوف تعبيرات وشه كده أول ما يفتح الباب ويلاقينا. والله فكرتيني بالبت سوسن بنت اخويا، راحت بردك عشان تعمل مفاجأة لجوزها وقال ايه؟ مش هو اللي فتح لها. صحيح انت فتحت حساب في البنك. مين اللي فتح لها؟ مراته التانية. تخيل ابن اللذينة كان قاعد هناك وبيقول لها ان هو بيلم فلوس الشاليه، اتاريه مهيص ومبسوط. يا عيني يا سوسن يا بنتي، ده بيقول لي نفس الكلام. طب وبعدين هي عملت ايه؟ هتعمل ايه؟ ندمت، قالت يا ريتني ما كنت سافرت ولا رحت ولا جيت. اتطلقت وعيالها اتاخدوا منها. يلا اهي مواظبه دلوقتي على اسامه منير الحمد لله. لكن انت وشك سمح ان شاء الله ما تتبهدليش. لا انا مش هسافر مش هسافر مش هسافر. انا راضيه انا راضيه وخلاص مش عايزه اعرف حاجه. هو كده كده هيلف ويرجع لك. عارفه ليه؟ ليه؟ لان احنا بنلف وندور وبلدنا دي مفيش احسن منها. يعني هو فيه؟ لا مفيش. لا اهلا يا حبيبي. ازيك؟ اهلا وسهلا. ايه ده ورقك كتير ما شاء الله. بكالوريوس وماجستير ودورات. يعني انت مسافر. امال مين اللي يقعد في البلد؟ هو انا يعني لقيت شغل قلت لا انا تعبت. واحنا بلدنا دي يا اخويا زي الفندق، ما تعجبكش القعده تقوم مغيره. خلي بالك انا مسافر على عيني، لولا بس اللي العقد حلو والقرشينات كويسين انا ما كنت سافرت. خلي بالك انا مصري بابا مصري. لا ما دام قرشينات حلوه وبابا مصري يبقى نروح عشان لقمه عيشنا. طبعا بالظبط كده. وانت بالزبط. مالك انت ومال اللي حصل للدكتور فؤاد؟ مين الدكتور فؤاد ده؟ لا ده واحد كده كان قريبنا من بعيد، راخر كان دكتور ومعاه شهادات وراح علشان يشتغل وقالوا له في عقد هتمضيه هناك. قعدوه في حته حلوه خالص على البحر في خيمه مع 9 زمايله، بس كانوا حنينين معاه. لما زعل ومشي دفعوه الشرط الجزائي بالقسط على 37 سنة. ايه ده؟ ما انا كمان قالوا لي ان العقد هناك هيتمضي وكمان هدفع الشرط الجزائي. لا انت مالك ومال الكلام ده، انت ماجستير هو دكتور، ان شاء الله تروح وتيجي وتفرح وتاكل لقمة عيش ويبقى بابا مصري. نختم بقى الورق ان شاء الله. لا 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 ما تختمش ما تختمش. انا نحس وانا عارف انا هفضل فقير. انا هفضل فقير. انا هفضل فقير. ليه يا حبيبي؟ دي حتى قعدة الخيمة حلوة. يا خير ما عملت، هو في أحلى من بلدنا؟ مفيش. صباح الخير. يا أهلا. سجل تجاري وبطاقة ضريبية ورخصة دولية. ده أنت فايتنا خالص بقى. لا 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 أبدا، أنا أصلي قررت أعمل بيزنس بره مع مجموعة من أصدقائي، يعني مستقرين بقالهم فترة هناك. وهاخد تحويشة العمر ومش هرجع غير وانا معايا ثروه تكفي اعمل بيها مشروع ضخم. يعني الله على الثروه والطموح والكلام الكبير. واصحابك دول انت واثق فيهم؟ طبعا واثق، دي صديقه عمر، ده احنا اصحاب من ايام ما كنا مع بعض في الكلاس في ابتدائي مثلا. ما دام في الكلاس يبقى خلاص طمنتني، عشان ما يحصلش فيك زي ما حصل لقريبي اللي خد برضه تحويشه العمر وراح لاصحابه بره. وايه اللي حصل معاك؟ لا انت مالك، انا ما احبش احكي الحكايه دي والله بتوجع قلبي. ارجوك انت مالك ومال القصه دي؟ فضفض معايا احكي لي، قول لي ايه اللي حصل. اداهم كل حاجه ومضى على ورق، اصله كان عامل لهم توكيل. ايه ده؟ ايه الصدفه دي؟ ده انا اصحابي كمان طالبين مني اعمل لهم توكيل عام في السفاره. لا انت حاجه ثانيه، انت بتقول من ايام الكلاس. دي حقيقه. اتفقوا معايا يفتحوا بره مطعم كشري اسمه فاضل على الحلو دقه. لا ده انت كده كانك بتتكلم عن صحابي، احنا ناويين نعمل كده فعلا. المطاعم بره بتكسب كويس قوي. يعني هي هنا بتخسر يا عيني. وهو راجع لم تمن التذكره بتضليه. ليه هو المطعم خسر ولا ايه؟ هو كان في مطعم من اساسه، ده خدوا اللي وراه واللي قدامه حتى الشقه والعربيه خدوه بالتوكيل. يلا هو دلوقتي الحمد لله كويس احسن من ما فيش. نختم الورق بقى. ثانيه واحده بس، في ورق ايه؟ ثانيه واحده، مستعجل على ايه؟ الو؟ ايوه متر، من فضلك يا متر معلش انا عاوزك تلغي التوكيل فورا. لا لا خلاص مش مسافر. ميرسي باي باي. والله زين ما عملت، بلدك اولى بيك، انت راجل محترم ما شاء الله. افتح هنا كافيه ولا هو الكشري يتاكل بره؟ الكشري بره ملوش طعم، لازم يبقى طازه وتشغل ولاد البلد احسن ما تروح تفيد الغرب. غرب ايه بس؟ غرب ايه؟ ده انا كنت ناوي اخد ناس معايا من هنا لاوروبا اهو، يشتغلوا ويستفيدوا وهقبضهم بالدولار كمان. بس يلا بقى مفيش نصيب معلش. لا استنى، وحد الله انت قلت دولار؟ والله ما كنتش هشغل ولا واحد اجنبي في المطعم، كلهم كانوا يونان ومصريين. يبقى انت لازم تسافر. اسمع مني. لا بس اسمع مني انت، مفيش اسمع تقول لي اصحاب وعمل. لا اقول لك انا عليا شويه دقه تاكل صوابعك وراهم. ده انا اعمل في محل الكشري ده من اول نشاره الخشب لحد البصله المقليه. استنى. لا استنى، انت هتعمل ايه؟ هدوقك اي حاجه من ايدي. دوقني هو دوقته. احنا ولاد بلد ولازم نقف جنب بعضينا. ايوه، وهو الكشري بره مصر في احلى منه؟ مفيش. اعزائي المشاهدين، يا مرحب على كل الناس الحلوه والجدعان اللي بيتفرجوا علينا، والف تحيه مني الكابتن رفيق الملاح اللي لف البلد سواح في الحلقه رقم 2463 من برنامجكم الحبوب الطير المسافر، البرنامج اللي من كتر ما خد جوائز بقى يسيبوا الجوائز في الريسبشن هنا واحنا اللي نوزعها. البرنامج دون جاله اسئله كتير، ازاي نسافر يا كابتن رفيق؟ نصايحك ايه يا عم رفيق؟ فقلت الحلقه دي تبقى مختلفه وهنقول فيها دليل السفر، واذا كان في دليل يبقى احنا اللي نقوله. ليه؟ لان زي ما انتم عارفين انا رحاله كبير ولفيت الدنيا كلها من زمان، ما كانش لسه اي رحاله رحل ولا مكتشف اكتشف ولا حد حط رجله في الملح من قبل حتى ما يملحوه. من ايام ما كان الولد ابن بطوطه لسه ما طلعش من البيضه، كانت بطوطه اساسا ما اتجوزتش الولد التمور بتاع المينا. اول نصيحه واول سؤال الناس بتساله لو عايزه تسافر هسافر فين؟ دول احب اقول لهم بس سافر انت الاول وشوف حته ترضى تاخدك وبعدين اتامر حد لا ايه. السؤال الخطير بقى ناخد معانا ايه واحنا مسافرين؟ تحضير الشنطه ده فن وفن عالي، مستحيل تتعلمه في يوم، بس مع اخوك رفيق مفيش مستحيل. انا اقول لك على طريقه سهله هتخليك تلم الموضوع ده وتحفظه في دماغك. اول حاجه تلم الهموم والهدوم واللعب وصوره حبيبتك اللي بين الكتب، وتكتب لصاحبك المسافر جواب تقول له ان صاحبك حبيبك تعب وقرر يسافر. بعد ما تنفذ الاغنيه ده هي بحذافيرها نشوف اللبس، وده هنصبر عليه شويه. هتشوف الاول انت مسافر فين، لانك لو رايح بلد محدش يعرفك فيها هتشلح وتجري فيها، فانت غالبا مش هتحتاج غير الجلاليب عشان تشلحها بسهوله. طالما رايح بلد زياره يبقى نخفف، لا لان يا بخت منظر وخفف. المعلومات اللي بقولها لكم عن الشنطه دي جايبها لكم من الخواجه سامسونايت نفسه، ايام ما كان بينزل يبيع شنطه في بورسعيد كنت اخده ونقعد في البورصه، كان يقول لي هادي يا رفيق انت خطير وبتحب اللف والسفر، عشان كده اهو انا هقول لك ترتب الشنطه ازاي، وراح قايل اللي انا قلته لكم ده هو. ومش لازم الف جدع يوصلك المطار، ما تسلموا عليه في البيت وخلصنا، ولا هو سلام المطار عليه ملبن، ولا يعني سلام المطار عليه ملبن. النصيحه اللي جايه لو مسافر بلد بره وانت ما بتتكلمش انجليزي يبقى ما تحاولش تتفزلك وتسال بالعربي وانت معلي صوتك، اللي هو هات واحد شاي سكر بره وتعمل له كده، هو كده ما فهمكش يا حبوب. اتعلم لك كلمتين ينفعوك سهله يا جدع. انا اتعلمت انجليزي في جمعه واحده، كنت بقعد مع مستر الانجليزي في ديليسيبس كان يقول لي هادي يا رفيق انت خطير، بس يقولها لي بالانجليزي، واحنا ما كملناش جمعه لدرجه انه كان ساعات يتزنق في كلام انجليزي يكلمني يعني الواحد ما يحبش يتكلم عن نفسه كتير. تسالني يا كابتن رفيق اتفسح فين وانا مسافر؟ اقول لك من الاخر انت مش هتشوف حاجه. تقول لي ليه؟ اقول لك لانك رايح غريب في بلاد غريبه، والغريب اعمى ولو كان بصير. ما تتعبش دماغك، مصمم تنبسط، تشوف واحد مبسوط وقف جنبه، لان من جور السعيد يسعد وخلصنا. حاجه كمان مهمه وانت راجع شاري معاك حاجات لازم تفكها وتشيل من عليها التيكيت، ما تحطهاش على وش الشنطه، بعزقهم كده وكرمشهم في وسطها عشان بتوع الجمرك بيزعلوا من شكل الحاجات الجديده وهيزعلوك. وصلت بالسلامه تجيلي بقى اوديك للواد خضري اللي يلفهم لك لفه احلى من الاصلي ويحط لك تيكيت بلاده وتدي حبايبك احلى هديه او تاكل فيهم لقمه عيش حلوه. من الاخر كده السفر ده عايز رجاله، يا تنشف يا تقعد جنب اخواتك. يعني وانت بره ما تمشيش بفلوس كتيره، امشي بمصاريفك لحسن يقلبوك في المحمول ولا الشاكت ولا 2025 دولار، اقسم بالله كنت شقيان فيهم، لكن العيال دي هتتجبى البوس. مش رفيق الملاح اللي يتقلب في الغربه. الكاميرا دي دايره يا ابني، ايه يا دايره امال ايه؟ يا انت مش شايفني متاثر؟ انت خطير يا استاذ رفيق، ما تلغينا يا جدع. ما علينا، عايز الصراحه أنا ما بحبش السفر والغربة، شحططة يا صاحبي، من خرج من داره تقل مقداره، والبلد ده أحسن من غيرها، يعني أما هتسافر هتكسب إيه؟ ها؟ هتجيب الديب من ديله؟ وحتى لو جبته هتستفاد إيه؟ أنا جبت الديب كذا مرة وقعدنا في المينا نصطبح، كان يقول لي يا رفيق أنت خطير، الديب يقول لي أنت خطير، وأنا موت وسم اللي يجيبني من ديلي، لكن أنت خطير، خليك في بلدك أخويا، بلدنا دي أحلى بلد في الدنيا. فتكم بالسلامة وأجازة سعيدة، ولا اللقاء في الحلقة القادمة مع المخرج حبيبنا علاء حمامة، ومع تحيات الطير المسافر رفيق الملاح. لسه دايرة يا ابني؟ ايوه دايرة امال ايه؟ يا ابني ما تقطع يا ابني، ما انا قلت رفيق الملاح اللي هي اللي في القفلة اللي في الآخر. بلاش لازمة يا أستاذ رفيق. ما هي ليها طريقة، هي ليها طريقة. ما هو بالسنس كله يا حبيبي، ما هو كله بالسنس، وانتوا جيتوا القنوات دي بالغلط أقسم. خلاص نأجل لبكرة، نأجل لبكرة، نعيده تاني. طبعا اللي بيشرب من ميه النيل وبعدين يسافر ويتغرب لازم يرجع تاني. ليه؟ لان عنده اجازه يعني من غير اي افوره، النيل عظيم وكل حاجه، بس الفكره في الاجازه، الراجل متغرب نفسه يجي. من اهم الاوقات في حياه اي مغترب وحياه قرايبه واصحابه وحبايبه هو الوقت اللي بيجي فيه اجازه. في ناس بتيجي مره كل سنه، في ناس مرتين في السنه، دي بقى اللي فلوسهم حلوه، ها، في ناس بتيجي مره كل 5 سنين، دول اللي فلوسهم حلوه قوي لدرجه ان هم مش عايزين يضيعوها على اجازه وهدايا وكلام فارغ. المهم ان كل اللي متغربين بره تلاقيهم لازم بيرجعوا تاني اجازه كام اسبوع في السنه كده زياره، والزوار دول انواع وانواع كتير ومختلفه. اشهر الناس اللي راجعين اجازات هو الشاب ال30 اللي بقاله كام سنه بره وبدا يترستق والظهر بدا يلعب واتبدلت الاحوال، وقرر ان التطور الطبيعي للسكه دي انه يشوف بنت الحلال. شفت حتى القافيه، الاحوال والحلقه ماشيه، انا كلامي سليم. ده بينزل الاجازه من اول ما بيصحى لحد ما بينام بيلف كعب داير في زيارات من صالون العروسه دي لصالون العروسه ديكها، نازل في مهمه محدده، ما فيش لا بيروح ولا بيجي، هو صالونات وبيعلنها من غير كسوف. يعني ام العروسه تقول له تشرفونا بقى ان شاء الله الجمعه الجايه بالليل وبتاع، لا بص يا طنط، بص حضرتك ان شاء الله اشوف عروسه ثانيه في الميعاد ورا كارفور كده، لو بنتك احلى ان شاء الله نيجي الجمعه باذن الله، لكن لو مشوار كارفور ده طلع اطعم يبقى بخ انتوا كده عادي. وفي اللي بيقعد كام سنه يا دوبك يلم شويه فلوس يدفع مقدم شقه ويجيب بدله جديده، ليه؟ عشان ننزل على الافراح، ما احنا عاملين الافراح دي نجوز 2 ونجوز الباقيين اللي فاضيين، هو ديفيليه حضرتك فاهمه؟ معروف. فطبعا ما تعجبوش اللي ماما اختارتهم، يرجع تاني يجيب بدله تانية عشان تخن وينزل. المهم النوع ده غالبا بيسافر لوحده ومامته بتشحن له العروسه من مصر بسلوفانها بقى بالفستان الدانتيل ابو كرانيش كبيره، تملى الطياره كلها بالفستان مش عارف ليه، بصورها وهي صغيره، بشواكها، بمعالقها، ببابا غنوجها، يروح بقى يستلمها من المطار خالصه مخلصه، وعشان ما يدفعش وزن زياده بيختار واحده رفيعه وبعدين يبقى ياكلها هو بقى هناك، ياكلها مفطح وحنيذ وحاشي ومضغوط ومضبي، حاجات اللي هو ومهري، الحاجات اللي هناك دي. في طبعا اللي نازل اجازه وبيحسسك ان هو اهم واحد في الوطن العربي من المحيط للخليج، لما تمسك فيه يقعد كام يوم يضحك ضحكه كده يقول ان شاء الله هقعد فين؟ ده انا سايب الخليج لوحده، والله زمانهم حايسين. ما تلاقيه شغال محاسب في شركه عادي جدا، هو بتلاقيه شايل الشغل، بس شايل يوديه للارشيف يطلعه من المخازن، ده معنى الكلمه، يقول لك انا شايل الشغل، ده اخره. في طبعا كمان نوع مشهور قوي، النوع بتاع عندنا هناك، ده اللي هو بيبقى جاي قرفان قوي من كل حاجه في البلد ولا حاجه عجباه، ولما يكلمنا يقول لنا انتوا ازاي لحد دلوقتي النت عندكم بطيئه كده؟ انتوا ازاي بتشربوا ميه الحنفيه اللي طعمها غريب دي؟ انتوا ازاي قادرين تتكلموا في التلوث ده؟ لا احنا عندنا قطع كنتاكي مش صدور ووراك ودبابيس وكلام، لا 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 مفيش الكلام ده، عندنا قطعه فرخه، قطعه في كنتاكي ايه انت عايش في المستقبل حضرتك، انت جاي من بره مش جاي من الالفيه الرابعه. في كمان طبعا اللي بيبقى راجع وحاسس ان هو مطمع من الكل، فبيستخدم كده طريقه ظريفه قوي يمنع بيها الحسد والارواح الشريره في نفس الوقت، ده اللي بيخاف من الحسد جدا، فتلاقيه ما انت قاعده معايا عمال تمتم كده بايات وحاجات واذكار وبتاع عشان ايه يعني يبعد بقى يبعد العين والبتاع ده، بقى بيصور لك حياته كلها على ان هي الجحيم على الارض. تساليه عن شغله يوطي صوته كده ويطاطي راسه، تسمعي صوت الناي الحزين في الخلفيه، حسسك انه بيروح يتعذب ويتهان كل يوم 28 ساعه في اليوم، يروح ينام بس كده كانه شغال طول اليوم على سيخ شاورما، مش اللي بيعمل الشاورما لا، اللي هو جوه السيخ بتاع الشاورما. فقلت له طب الله يعينك معلش بتتعب طبعا، بس المهم تعمل قرشين، قال لك لا قرشين ايه ده احنا سالفين حق تذاكر الطياره والله. قلت له طب معلش ربنا يقويك ويديك الصحه، لا صحه ايه ده مرار، ده احنا عايشين على المهدئات والمسكنات والله. اقول له طب معلش يا سيدي ربنا يشفيك ويحلي ايامك، لا يحلي ايه انا سكري عالي وانا ليه اسنان الحلو، طب انت نازل ليه؟ ما تخليك في العنايه المركزه بدل الذعر اللي انت معيشنا فيه ده. في بقى رجل الدبلاج، ده اللي تلاقيه بقاله 2 شهر بس في الخليج وراجع زياره سريعه، يخلص ورق مثلا او حاجه بس عوج لسانه بقى على قناك، والله الحمد لله يا شو سبحان الله انا يعني الراتب بيكفيني وعندي كل شيء، يعني السياره حلوه والمكيف ليه الصوت مش راكب على الصوره؟ يعني ده احنا عارفينك ايه يا عماد مالك؟ انت كنت سهران قدام سبيستون. في الراجل اللي طول حياته متغرب بره وسايب مراته واولاده هنا من سنين، وكل مره ينزل اجازه يقول خلاص دي اخر سنه هرجع استقر بقى في بيتي مع عيلتي وبتاع، تقابليه بعد 5 سنين في اجازه جاي من بره عادي. ليه بقى؟ لان الولد في مدرسه غاليه، كبر بقى في جامعه اغلى محتاجه فلوس اكتر، وبيت الهرم ال3 ادوار خد موافقه من الحي وترخيص بقى عشان يعلي دورين كمان فلازم نبنيهم، والمعموره لمت بقت بيئه فلازم نجيب شاليه في الساحل وهكذا. الراجل ده بقى لما بيرجع اجازه 2-3 في السنه بيبقى مش مسنك الوقت مع ولاده خالص، يعني هو بالنسبه له بيحسب اعمارهم بعدد ايام الاجازات اللي شافهم فيها خلال حياته، فيبقى ابنه مثلا عنده 20 سنه بس هو عاش معاه شاكب راكب 6 سنين، فبيعامله على هذا الاساس. تلاقيه جايب له معاه قطر او عربيه بالريموت ويقول له انا جايب لك احدث شيء، وتلاقيه جايب له تيشيرت عليه بنتن وجزمه بتنور. هو بيبقى دور الاب نائح عليه شويه لانه مش بيمارسه كتير، فتلاقيه بقى عايز ياخد فرصته بقى يطلع للنور بقى ياخد اضاءته كده ويقف في الصاله بقى ويأدي بقى بابا ورحت فين وجيت جيت منين والساعه كام في ايدك دلوقتي؟ العيال طبعا بالنسبه لهم الراجل ده ضيف، ياخد واجبه ويتكل على الله، نعمل له شويه المكرونه بشاميل اللي بيحبهم ويمشي خلاص. ساعه ايه يا بابا اللي في ايدي يا بابا؟ بس يا بابا. وفي الاسره اللي هي مغتربه كلها بره، بس دايما الام هي اللي بتاخد الولاد وتنزل اجازه، الاب بيفضل هناك ايا كانت الاسباب بقى، توفير لفلوس تذكرته، ما عرفش ياخد اجازه، ذكاء وبعد نظر منه، ساعات بتبقى كده ايا كان. الست تاخد الثلاث عيال بشنطهم وكراكبهم وتبدا رحله العذاب في المطار والطياره والشوارع والبيوت. تعرف احمد زكي في فيلم 4 في مهمه رسميه كده اهو. تاخد معاها طبعا هدايا لمامتها وحماتها واهلها واهل جوزها، برضه ما يعجبهمش الهدايا طبعا. اول ما تنزل مصر على طول العيال تعيا فورا عشان تغيير الجو والاكل والميه، فتروح بيهم المستشفى، تعلق محاليل، ترجع على البيت تشيل البياضات، تنفض، تمسح وتنظف، تعمل شويه خناقات علشان هديه مين احلى من دي ومين كان طالب ايه وما جابهاش، مين ما كلمتوش ولا مره وهي مسافره، يتخانقوا، يشتموا بعض، تقفش، تلم عيالها، تمشي تروح بيتها، تفرش البياضات تاني وتقفل الشقه وترجع للغربه. دي حياتها. في الصاحب اللي بينزل اجازه اسبوع وعايزنا تقطع له تماما، يصحى بدري يكلمني ايه فريش بقى اجازته مبسوط، هو اسبوع انا بتسحول بقى في الاسبوع ده، هو يلا بقى ننزل سوا نتقابل نفطر بقى على عربيه فول يا وحشاه موت بقى، انا باكلها كل يوم عادي حضرتك، انا هنا في اجازه طويله، بعدين نشتري حاجات وبعدين نتغدى حاجات قذره وحشاه موت، انا ده اكلي برضو العادي، انا ماليش ذنب، ونسهر على القهوه نلعب كوتشينه وطاوله للصبح وهلم اجرب طول الاجازه لازق لي كده. مش دي المشكله، ينورنا. المشكله انه لما بيرجع يسافر بقى بيسقطني تماما، لا تليفون ولا شات ولا مسج ولا لايك حتى على صوري مع القطط اللي على الفيسبوك. انت بتيجي مصر تتبسط بيها وتمشي، انت متجوزني مسيار هنا، انت فاكرني ايه؟ انا ابن ناس على فكره. انا بقى جربت الغربه وفشلت، انا قاعد هنا برد حر زنقه خنقه قاعد، ما تساليش ليه، يمكن عشان اتفرج على الناس اللي هي بتنزل اجازات واقعد اكل دماغك زي ما كنت بقول دلوقتي كده، مش عارف يمكن، لكن فكره ان انا بحبها بس ده كافي بالنسبه لي. حسام، واد يا حسام، واد يا حسام، انت شايفني يا واد؟ ايوه حبيبتي، ايوه حبيبتي شايفك، بصي لتحت شويه. اهو الواد حسام، اهو الواد حسام. وحشني يا واد، نفسي اشوفك كده بجد واملي عينيا منك. هتيجي امتى يا واد؟ انا اهو يا حبيبتي والتذكره معايا اهي، وبكره ان شاء الله هبقى عندكم. بقالي 6 سنين بحوش عشان اجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه. يا حبيبي انا مش عايزه حاجه غير ان اشوفك كويس. السلام عليكم. بابا. السلام عليكم. بابا. يا حبيبي حسام، انت جاي بكره يا حسام، مش تقول لي حسام ان انا كنت السلام عليكم. بابا. ازيك يا حبيبي يا حسام؟ ازاي انت جاي بكره يا حسام؟ معقوله يعني؟ انت مش تقول لي يا حبيبي انا السلام عليكم. بابا. كنت هطلب منك حاجات بسيطه تجيبها معاك وانت جاي من الصيدليه في طريقك بس. لا يا حبيبي ما تقلقش، ان شاء الله الاجازه اللي جايه هجيب لك كل اللي انت عايزه. في طريقك يعني، طلع ورقه واكتب، هي مش مستاهله اكتب بس عشان من الصيدليه. حاضر يا بابا حاضر. بص يا حبيبي، وانت جاي السلام عليكم. بابا. عايز كرسي مساج يا حسام من الجلد الكبير ده عشان ظهري يا حبيبي والله العظيم بتعب قوي قوي، محتاج مساج باي شكل يا حبيبي. حاضر يا حبيبي. حاجه تاني يا حبيبي؟ حاجات بسيطه في طريقك كده وانت ماشي. انا كنت عايز 3 بدل اللي هم الصوف ده التقيل عشان الشتاء. حاضر ماشي. ومحتاج بص شويه غيارات، وعايز جزمتين وحزام و4 شنط كده اللي هم الرجالي اللي هو الجلد ده. عايز قشتين جلد في طريقك. السلام عليكم. حبيبي. حبيبي بص، عايز استيك جلد للساعه الرادو، جلد اسود علشان خاطر الساعه دي مركونه هتصدي والله العظيم من ركنه، وعايز غاز ولاعه اللي هي الولاعه ام غاز عشان الولاعات العاديه، ما انت عارف ظهر يا حسام ما اقدرش اولع بالعادي انا دلوقتي يا ابني، اولع بالعادي ازاي انا دلوقتي؟ ما اقدرش حبيبي. حاضر عشان في حاجه، استنى كفايه بقى حرام عليك الواد خلاص. انا كنت عايز نضاره شمس اللي هي بتاعت محمود عبد العزيز في الكيت كات. حاضر حبيبي حاضر. ما كانش لابس نضاره في كيت كات يا عم، كانت رأفت الهجان. بص هات بتاعة الهجان دي مش مشكلة خلاص ماشي. من عينيا يا حبيبي. وبص بقى هات حاجة لعمك إبراهيم علشان خاطر بيزعل وبيقفش. أجيب له عباية كويس. إيه؟ عباية. تجيب إيه؟ السلام عليكم. يا حبيبي. يا حبيبي تجيب إيه؟ عباية يا بابا. شوف هو بيقول عبايه ولا دي النت؟ لا عبايه والله بيقول عبايه. عبايه. شوف يعني ابنك اللي مسافر بياخد مرتب 4 اضعاف اي شاب هنا في مصر، راضي عمو ابراهيم بعبايه؟ لا يا حبيبي انا اقعد بلابيس. لا اقعد بلابيس يا حبيبي، مش عايزين حاجه خلاص يا بابا خلاص. السلام عليكم. حبيبي. شاكرين. لا مش شاكرين. هدي نفسك بقى، اهدى كده يا حاج. بص يا واد حسام، هات لعمك العبايه وعصايا عاج، وهات له سبحه كهرمان وصندوق معسل فاخر. ما يشربش معسل خلاص، بطل المعسل ده، تقعد عبد فاخر بيشرب بايب. هات له بايب فاخر حساب. خلاص خلاص يا واد معسل بايب فاخر. ان شاء الله هعدي على ساحل العاج اجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه واجي. حبيبي وعم سعيد كمان ما جبلوش حاجه. بقول لك بص عشان هو عيل هات له بلاي ستيشن. بقول لك هات له اتنين اكس بوكس. حاضر اكس بوكس لعم سعيد. وانت بقى ماما مش عايزه حاجه؟ لا يا حبيبي خلينا انا للاخر. شوف اختك الاول. تعالي يا ناهد. تعالي يا ماما قولي اللي انت عايزاه ربنا يخليكم لبعض. الحاجات دي ما بيني وما بين حس انا بعت لك فايل بي دي اف على الميل ها شوفوا كده وهات لي كل اللي انا عايزاه ماشي. حاضر اختك دي حس وانا عايز من البي دي اف ده احسان. حاضر بابا بي دي اف مقاسي ها. حاضر السلام عليكم. يا بابا حاضر يا بابا الفايل البي دي اف اللي بعته لي ناهد. وانت بقى يا ماما مش عايزه حاجه؟ ما تقولي له ما انت مكسوفه. ده ابنك باشمهندس قد الدنيا ومالي مركزه وهو شويه واللي احنا دفعناه فيه عشان يسافر شويه. انت هات شويه يا لا 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 يا بابا لا 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 تكون شويه. لا 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 تقول الكلام دلوقتي ولا نستنى شويه؟ لا 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 يا بابا لا يا بابا قولي يا ست الحبايب قولي عايزه ايه انت وكل اللي يهموكي. انا مش عايزاك بس تبهزق فلوسك على الهدايا اللي ملهاش لازمه. هات لي العزاز على قلبك وبس. يعني بنتي سلاء بنت خالتك سعاد خليك في قلبك حاجه كده نونو كده حاجه بسيطه كده على مقاسهم سرير مثلا. ايه اللي دي؟ ايه اللي سرير؟ انت هتشيل الواد. هتشيل الواد وزنه وحجمه في المضيق ده. ما تضيع. بص يا حبيبي هات حاجه خفيفه يا حسام. يا بابا هات حاجه خفيفه يا حبيبي ما تشيلش كتير ولا حاجه. هات خاتم الماظ. شنطتك كده صغير وانت جاي برضو البت تفرح بيه. حاضر يا بابا حاضر. بس عارف لو جبت لخالتك وبنتها خالك هيزعل قوي. لا هات له حاجه كده رمزيه. حاضر. بص هات له ساعه رمزيه او هات له ساعه رمليه وهات لي انا رمزيه دي. هات لي ساعه رمزيه انا ما عنديش رمزيه. عندي الرادو السودا دي الوحشه اللي بتصدق. حاضر يا بابا حاضر. حاضر بابا اللي بتقولها كده خالص مش عايزين منك حاجه. مش عايزين منك حاجه خالص يا حسام مش عايزين. ولا حسام ايه نسيتني انا معفن ولا ايه؟ يلا ايه يلا بنيت الدور العاشر تلاقيك عملتهم يا ابن اللعيبه. عملتهم ماشي يا عم لعبه معاك. انت ايه اللي قعدك معاهم اصلا يا عم؟ ايه بيتكم وقع؟ عيب يا واد ما يصحش كده يا ابن عمتك برضه. احنا قلنا اصلنا احنا طالعين على السكايبي كده يعني نشم هوا كده بدل قعدته دي. اصله من بعد ما فسخ خطوبته وهو متشائم على الاخر وحالته وحشه. وانا مالي يا ماما انا مالي. ما يكتئب ولا يتنيل يا جماعه. انا بقالي 6 سنين بحوش عشان اجيب لكم اللي انتوا عايزينه وانتوا محدش حاسس بيا. حرام عليكم انا مش مهندس بترول انا مجرد محاسب فقير بلم القرش على القرش. حرام عليكم. ايه ده؟ هو بيعيط ده ولا النت دي اللي بتعمل كده؟ بيعيط يا اخويا. بيعيط يا اخويا. احنا غلطانين في حقك يا ابني. انت بتتعب يا ابني. بتتعب وبتجيب هدايا تصرف اللي وراك واللي قدامك عشان تبسطنا. لا يا حسام ما تعملش كده يا حبيبي. تعالى بس ما تجيبش اي حاجه. احنا عشمنا ولا ايه؟ عشمنا بزياده. عشمنا يا حاجه. عشمنا فيه. لا يا حسام تعالى حبيبي اقعد وسطينا وسط. السلام عليكم. يابا حبيبي تعالى اقعد في حضني يا ابني. يا ابويا وحشني حضنك قوي يابا. وحشتوني كلكم يا جماعه وحشتوني كلكم. ما تجيبش حاجه يا ابني ما تجيبش حاجة. أهم حاجة زي ما قلت لك قعدتك وسطينا. علشان تقعد وسطينا بقى إن شاء الله لما تيجي كده وأنت مش جايب هدايا خالص تيجي هنا تشتري لنا 20 فدان اللي جنب أرض عمك إبراهيم ونبني فيلا صغيرة كده 500 600 متر أقعد فيها أفرد ضهري أحسن ضهري بيتعبنا. محتاج أي فيلا يا حسام أي فيلا يا حبيبي والنبي. الله يخليك يا حبيبي. وبقول لك كرسي المساج مش مهم خليه السفرية اللي جاية. ده كده لوج اوت ولا دي الباقه؟ متهيألي كده الباقه. السلام عليكم. الباقه؟ لا يبقى لما يجوا حسام يبقى يدفعها. في بقى الاب اللي طول حياته متغرب بره وسايب مراته وولاده هنا من سنين. انت ليه اتأثرتي كده؟ ده المفروض احنا بنهزر. هو الموضوع مأساوي فعلا شويه. البطانيات بتاعتنا مش ترفي الورد وانا يعني فاهم. رحنا هناك مش مشكله يا باشا. معلش مشكله يا باشا. مع المواقف والطرائف والعجائب والغرائب البطريه اجيبها لكم من كل انحاء الدنيا بنفسي مع مخرجنا الجميل علاء حمامه ومع تحيات الضرب مسافر رفيق الملاح. دي مكتوبه دي؟ لا حلال. ما كانش لابس نظاره يا عم، ما كانش لابس نظاره في كيت كات، كانت في الثاني ده اسمه ايه؟ في رأفت الهجان. رأفت الهجان، في رأفت الهجان يا بابا، كانت لابسها في رأفت الهجان. هي النت بتقطع ولا خالد نسى حبيبي؟ لا يا حبيبي، لا لا خالد سقط. سلام عليكم يا خالد. سلام عليكم. ايوه يا خالد، قلت انا حبيبي، قلت ان شاء الله هسافر ساحل العاج اجيب كل الحاجات دي واجيلكم. مش لازم عاج، اي حاجه وخلاص. حاضر، هات لي بس اللي انت بتحبهم، ما تجيبش لاي حد. سلام عليكم. يا بابا لا مش انت، انا بقول لها عشان عندي جمله. حاضر. هو نط، هو اداني كيو والله العظيم هو اللي اداني والله، هو مش انا. الواد حسين وحشني يا واد، نفسي اشوفك كده بجد واملي عينيا منك. هتيجي امتى يا واد؟ انا اهو يا حبيبتي، والتذكره والباسبور في ايدي اهو، وبكره ان شاء الله هبقى عندك. اصل هنتحوج ليه؟ ويقول لي عبايه في وشي. ريح يا حاج بقى. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. في واحد قريبه بيعمل حاجه شبه كده شويه، ده ظريف جدا بقى، ده اللي شعاره في الحياه الشكوى ب100 رقوه، فبيقرر يقول الحاجات العاديه خالص بس في صيغه شكوى. يقول لك والله احنا بنشتغل، نركب مواصلات، العيال بيروحوا مدارس بريطاني هناك، برضه لو حد عيان عندنا هناك بيروح مستشفى فخمه، وهنعمل ايه الحمد لله يلا. على لا حضرتك انت مشكلتك في الاداء بس، على فكره انت حياتك زي الفل، انت ما بتعرفش تمثل، لكن حياتك حلوه عظيمه، فما تمثلش او مثل حلو يعني، اتصرف. شوف ما شاء الله هذول المصريين، شوف يسوون اضاءات، يسوون كاميرات، والله اشغال مره طيبه يعني. هذول شوف الاخ هذا مدير تصوير يسوي كاميرات طيبه وكادرات طيبه. دوق، حب دوق كادراته، خلي يذوق كادراته، اعطي له كادرات.